واحد بيقول أرجو الإجابة عن هذا السؤال، هل التعامل والاستثمار في البورصة حلال أم حرام؟ ايه يا ابن صوتك عالي كده ليه؟ خليك بعقل. هل التعامل او الاستثمار في البورصة حرام او حلال؟ بصراحة انا مش دارس البورصة، يعني هكلمكم كلاما كاحدى الجاهلات، ما اعرفش البورصة دي بيعملوا فيها ايه، لكن اذا كانت زي لعب القمار يبقى حرام، لكن هي تبقى ايه بالظبط احاول ان انا ادرسها عشان خاطرها. فكرنا اشوف البورصة دي بتطلع ايه.